وانطلقت الآن الجياد في شوطها الثاني على جائزة حزام ابن خزام العجالين الدوسري يرحمه الله أحد الرواد الذين أخذوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء. هذا الشوط للجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب. ويقام هذا الشوط على مسافة 1400 متر قيمة الجائزة 18,000 ريال. الصدارة الآن لمنارة نجد من الخارج وبجانبها أيضا برقت رضوان في المركز الثاني المناوب المركز الثالث أو الثاني الآن من الداخل ومنارة نجد في المركز الأول المناوب المركز الثاني وبرقت رضوان المركز الثالث وأيضا محاولات من قبل جواد على الله في المركز الرابع وأيضا محاولات من قبل بقية الجياد والصدارة للمناوب في هذه الأثناء ومنارة نجد في المركز الثاني على الله يحاول أخذ المركز الثالث من برقت رضوان وأخذت الآن الجياد سهم معلة أيضا من الداخل من الأسماء المرشحة والصدارة للجواد المناوب في المركز الأول المناوب محاولات من قبل منارة نجد لأخذ الصدارة وأيضا نجمة سلمان وشاهدها تقترب والفرابي والصدارة للمناوب محاولات من منارة نجد في هذه الأثناء الآن منارة نجد في المركز الأول ومحاولات من برقة رضوان لأخذ الصدارة وتنافس قوي الفرابي قادم وأيضا سهم معلّى إلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول ألف مبروك.